الحرمين اللي في المدينة. فشيء والله شيء مشرف يفتح. تذكرون في حلقة سابقة أبو سند تكلم عن الحج، قال قرأت كتاب عن الحج وإلى من هالكلام. أنا أقول فعلا يعني اللي يجلس مع أبوه إذا كان أبوه كبير في السن أو جدة ويستمع منه عن الحج قديما والحج الآن، يا أخي فرق يعني سنة ضوئية بين قديما وبين حاليا. والفضل بعد الله عز وجل يعود لمؤسس هذه البلاد الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى، ولا ما كان عشنا في هذا الأمر هذا الرخاء وهذا الخير. اللهم شوف أصلا تشوف لقطة أحيان قديمة مثلا في رمي الجمرات، وتشوف الآن كيف الانسيابية في الحجاج كيف يمشون ويرمون أكثر من طابق الدخول الخروج. أنا والله فعلا قاعد أفكر أكثر مرة، طبعا قرأت مرة أنه المملكة يعني تدرس العالم في موضوع كيف إدارة الحشود، تدير الحشود بشكل عجيب وما شاء الله تبارك الله، ويستفيدون من كل سنة سبقت كل سنة. هذه خبرة تراكمية يعني. نصل لمرحلة أنه الحمد لله الآن أتوقع شفت اللقطات أغلبها يا أخي سبحان الله الدخول الخروج من يوم دخولهم لأرض السعودية في أي مدينة كانت، طبعا استقبلت المطارات أغلب المطارات استقبلت، عندك جدة المدينة حتى في طيران كان ترانزيت من الرياض على جدة، فأغلب تقريبا أربع مطارات أو خمس مطارات استقبلت الحجيج من دخول أرض السعودية إلى توديعهم. مجدول الأمر من يوم ما ينزل يروحون على فنادقهم، يروحون على كذا المشاعر، خلصوا الحج يرجعون، بعضهم عندهم جداول زيارة، جدول زيارة للمدينة، بعضهم قبلية وبعضهم بعدية، بعضهم زيارة للمدينة قبل الحج، وبعضهم بعد ما ينتهون من الحج يروحون للمدينة وتوديع استقبالهم بهدايا وخروجهم. كل هذا الأمر أفكر فيه سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى يعني اصطفى هذه الدولة واصطفى هذه العائلة عائلة آل سعود خدمة ضيوف الرحمن. أنا أقول محض يعني توفيق. يكفي أن قائد هذا البلد سمي بخادم الحرمين الشريفين، من هو غير من عهد الملك فهد رحمة الله عليه، عهد الملك فهد ثم الملك عبد الله ثم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، وهذا يعني أنا أقول سبحان الله اصطفاء من الله سبحانه وتعالى.